النهارده اليوم العالمي لمحو الاميه، دي مناسبه مهمه جدا نتكلم فيها مع حضراتكم عن البرامج والتجارب اللي تمت في مصر للقضاء على الاميه، زي مثلا مبادره لا اميه مع تكافل. دي مبادره دشنتها وزاره التضامن الاجتماعي في مختلف محافظات الجمهوريه، الهدف منها محو اميه المستفيدات من تكافل وكرامه، خاصه بقى انهم بيمثلوا شريحه كبيره جدا في المجتمع، وبالفعل قدرت المبادره دي انها تحقق نسبه انجاز كبيرة جدا يا بسن. حقيقي، وخلونا نتكلم عن هذه المبادرة بشكل تفصيلي أكتر ونعرف تفاصيل أكتر عن المبادرة. معنا منور دلوقتي في الاستوديو دكتور عمر حمزة، مستشار وزيرة التضامن للتعليم. أهلا بيك يا فندم، صباح الخير صباح عليك. صباح الخير على حضرتك. يا أهلا وسهلا بيك. مبادرة مهمة جدا، يعني خلينا نتكلم عن برنامج لا أمية مع تكافل وما يشتمل عليه البرنامج من مبادرة تكافل وكرامة طبعا، وحابة أعرف يعني المستفيدات، عدد المستفيدات من هذا البرنامج قد ايه؟ طيب احنا عندنا في برنامج تكافل وكرامه عندنا مشروطيتين عشان الصرف او عشان الست تستمر في الصرف، مشروطيه تعليم ومشروطيه صحه. مشروطيه التعليم ان اولادها بيحضروا في المدارس بنسب معينه وبينجحوا ومستمرين في الدراسه عشان تستمر في الصرف، ومشروطيه الصحه ان الست دي نفسها هي واسرتها بتعمل في الوحده الصحيه تشيك اب كل 3 شهور على الاقل على حساب الوزاره. وكنا لازم كمان نقفل دايرة مشروطية التعليم بان احنا كمان نمحي أمية المستفيدة نفسها، يعني ما نشتغلش بس على الأسرة كلها بالكامل. طيب وزارة التضامن لما بتتدخل في مبادرة او في مشروع او في شغل تدخل عميق شوية، مش تدخل سطحي او من بره، لا احنا بنتدخل تدخل عميق شوية بنشتغل عليه. فكان لازم نشتغل على كمان مستفيدات تكافل الكرامة وأسري. الفكرة ان انا عندي نسب تقريبا أمية في تكافل وكرامة من المستفيدين حوالي 62%، وده رقم كبير في الاعداد اللي موجود، خاصه ان انا عندي قواعد بيانات او داتا بيانات الناس دي بتصرف معايا، فبالتالي انا عندي قواعد البيانات وعندي الداتا. دي من السيدات بس ولا من لا الاسره سيدات كلها؟ لا الاسره كلها. رقم كبير جدا فعلا. طبعا رقم كبير جدا، فكان لازم نستهدف القصه ديت ونشتغل على هذا الامر بشكل جيد، خاصه وان انت مهما تعمل تدخلات تنمويه ومهما تشتغل على رفع الأسرة لازم كمان تتعلم الأسرة عشان تبقى ضامن إنها هتعرف تستطيع أن تنتقل من حال إلى حال، تستطيع أن تدير حياتها بعد كده. صحيح. لأن التعليم النقدي يعني الدعم النقدي في مصر ما عادش دعم نقدي، غير لازم يكون مشروط ومحدد المدة. الأول كان دعم نقدي غير مشروط وغير محدد المدة مدى الحياة. دلوقتي لا، لازم يكون مشروط بشروط تنموية ولازم يكون محدد بمدة زمنية. اتاكد ان الاسره انتقلت لحالها تطلع وتخش اسره ثانيه مكان. ده عظيم جدا وكويس موضوع الشروط ده مبدئيا، يعني مساله الحفاظ على الصحه وفي نفس الوقت تعليم الابنياء. طيب مع صرف الدعم النقدي احنا متاكدين ان هذه الاسره من الاسره الاولى بالرعايه. اذا المتابعه الصحيه هل هي مجانيه ولا فيها فلوس؟ وكذلك تعليم الاولاد هل بيصرف لهم مثلا دعم مادي شهري؟ الوزاره بتتحمل طبعا يعني في 80 120 100 120 140، ده الابتدائي الاعدادي الثانوي 100 جنيه شهريا للطفل الابتدائي 120 و140. طب بالنسبه لمصروفات المدرسه بالنسبه لا كل ده معفي حضرتك بقرار الوزاره. طبعا يعني كل ابناء مستفيدي تكافل الكرامه معفيين من الفئات المعفاه من المصروفات المدرسيه، بالاضافه لما تقدمه للوزاره من دعم اصلا مستلزمات العمليات التعليميه نفسها، ملابس وشنط مدرسيه ويمكن احيانا كمان بيبقى معانا مكلفات الخدمه العامه الموجودين في الوزاره بيدفعوا شويه في فكره المجموعات الدراسيه اللي بتشتغل مع الولاد في الجمعيات الاهليه وازاي نحافظ شويه على ان هم قادرين يمشوا مع المدرسه. طبعا عظيم جدا. عايز اقول لحضرتك على حاجه، هو الدعم المادي تقريبا قد ايه؟ النقدي السيده لو السيده نفسها 425. يعني هي المساله مش بتقتصر على 425، يعني في حاله ان ولادها كمان موجودين في المدارس فكره حتى برضو مش ال 100 جنيه كمان اللي حضرتك بتتكلم عنها، ده فيه كمان اللبس بتاع المدرسه، معفين من المصاريف المدرسيه، الشنط، ادوات المدرسيه، كل ده الوزاره بتتكفل بيه طبعا لضمان تمام. استمرار صرف الدعم مش الاستحقاق، يعني من حيث المبدا لا ده مش شرط استحقاق تمام، مش شرط استحقاق، انما استمراريه الصرف نفسها لازم يكون هي شروط التنويه اللي بتتحط على الدعم النقدي. طيب خلينا نتكلم عن نتائج المبادرة. احنا لغاية دلوقتي محينا أمية كام شخص؟ والحل احنا قريبين من النسب اللي احنا عايزينها ولا لا؟ احنا بنقول نسب حوالي 62%، بنتكلم حوالي على العدد بنتكلم على 1,800,000 أسرة.
مليون و800 دول أسر. تم محو أميتهم؟ لا لا، ده اجمالي عدد الاميين في مستفيدين تكافل الكرامة. تمام، اجمالي عدد الاميين المستفيدين في تكافل الكرامة. طيب احنا محينا اميه كم شخص؟ احنا محينا منهم حوالي 320,000، ونقحنا جزاء المستحقات القواعد البيانات اللي عندنا، لان حضرتك لما كانت الناس دي بتيجي تسجل عشان تاخد تكافل وكرامة كان بيعتقد اعتقاد خاطئ انه لما يقولوا ان انا امي نحب لي نقطه زياده او ميزه في استحقاق الصرف. فبدانا ننقح قواعد البيانات مع الهيئه العامه لتعليم الكبار، وده كان الامر جيد جدا. لقيتوا ناس متعلمين تقصد؟ كتير كتير، يعني اتشال منهم حوالي 900,000، النص تقريبا. رقم كبير طبعا. رقم كبير طبعا. بس مع زياده الاعداد اللي بتضاف يوميا لاستفادة تكافل الكرامه، مستفيد تكافل الكرامه، احنا عندي دلوقتي نسبه 48%، يعني احنا قدرنا ننزل النسبه من 62% ل 48%. انما انا عندي يوميا اعداد بتضاف جديده لمستفيد تكافل الكرامه. تمام، ايه اهميه ان السيده او ربه المنزل تكون متعلمه؟ المفروض ان احنا بنشتغل مع الاسره ديت عشان تاخد مشروع او تدير حياتها. انا عايز اقول نقطه بس الاول مهمه. اتفضل. هل الدوله مش قادره تدفع معاش 1000 او 2000 جنيه للسيدات دول؟ لا تقدر تعمل ده. بس هي فكره الاسره تاخد 700 800 جنيه عشان كمان الاسره تفضل معايا في حاله سعي انها تحسن حالها، يعني ما يرتكنش او يركن على هذا الامر. احنا بنقول من الحمايه من الفروم من الـ من الـ من البروتكشن للبرودكشن، لازم الاسره تتنقل من فكره انها تحمى انها تقدر تنتج وتدير ذاتها. فلازم بعد ما بتخلص 3 سنين دول المفروض ان احنا بيبقى فيه يا فرصة مشروع فرصة، في مبادرات طبعا كتير في وزارة التضامن، بتاخد مشروع صغير بقرض حسن تشتغل بيه، المهم ان الأسرة دي بنضمنها تماما انها تنتقل، انها تدير حياتها وتدخل دخل لنفسها. حتى كمان وده كان مستهدف عندنا في المبادرة، ان المدرسين اللي اشتغلوا في المبادرة من مستفيدات تكافل الكرامة حملة المؤهلات. كويس. انا تاخد مرتب شهري معايا وتاخد مكافاه كويسه، شغلناهم برضه. فهي لا، وهي كمان ادرى بزمايلها اللي بيروحوا يقبضوا معاها فتعرف تجيبهم. هي كمان نموذج للاميين. طب اشمعنى فلانه ما هي زينا زيها؟ لا دي عشان متعلمه ومعاها مؤهل. فبرضه عندي حاله الغيره التعليميه، او اشمعنى يعني؟ فلا دي معاها مؤهل بشغل، فبتضمن دخل زياده للاسره. ازاي الوزاره بتزود الوعي لدى هؤلاء السيدات ان هم يعني بتقول لهم اهميه التعليم ايه هي؟ يعني انا اعرف شويه نساء مثلا ممكن يبقى اتكلمنا احنا معاهم كتير على فكره محو الاميه وانه مهم ان احنا نتعلم والكلام ده كله، وكان هم ما عندهمش يمكن الوعي بتاع انه انا ليه هتعلم؟ طب ما انا كبرت وبعد ما شاب ودوك كتاب. فاهم قصدي؟ ازاي الوزاره بتقوم برفع او زياده الوعي لدى هؤلاء السيدات انه أهمية التعليم وأنه لازم تعلمي عشان ولادك وأنه ربة الأسرة كمان لازم تكون بتنتج؟ خليني أقول لحضرتك أنا عندي هنا شقين. الشق الأول لازم يكون عندي شق إداري يستطيع أن يصل لهذه الناس أو هذه المجموعات أو المستهدفين. يعني وزارة التضامن فيها ميزة إن الجهاز الإداري بتاعها أو الجهاز التنفيذي بيوصل لغاية مستوى القرية أو العزبة أو النجدة من خلال الوحدات الاجتماعية ورؤساء الوحدات الاجتماعية. فبالتالي في اتصال مباشر ما بين الموظف الوزاره او المسؤول من الوزاره على مستوى القريه. بقيت الجهاز الاداري الدوله بيقف عند المركز الاداري او الحي، لا الوزاره مكمله ده تحت شويه. فبالتالي الامر عندي ناس تقدر تتصل بيه. بكل الاحوال هذا الشخص او رئيس الوحده الاجتماعيه هو مفتاح كل المشروعات التنمويه اللي بتحصل في الوزاره. ليه؟ لانه هو على اتصال مباشر. صحيح. معلش انت اديتني ورق انا اديتك فيزا. فبالتالي هذا الرجل صادق معاهم في كلام، يعني لما بيقول لهم حاجه بيسمعوا كلامه شويه. فدايما مفتاح اي مشروع ناجح او مبادره ناجحه يبقى رئيس الوحده الاجتماعيه. هو اللي على الارض. هو اللي مع الناس وعارفين بيته والحاج وفلان، هو اللي عارف ده. فبالتالي لازم يكون ده معاك اساسي في عمليات الاشراف والمتابعه لهذا الامر. الامر الثاني الفكره ان انت شويه خلي بالك هيبقى في اشكاليه في صرف المعاش، في استمراريه صرف المعاش. ودي برضو نقطه شويه يمكن بتبقى مش صح في الحق الناس بالفصول او مش ده احسن حاجه، انما على الاقل لازم اضمنه. ومجرد انه يجي الفصل عندي انا موفر له فرصه زي ما بنقول دايما محترفه ومحترمه. محترفه ان انا موفر له منهج يعمل له ده كويس ويخاطبه ويدي له احتياجاته التعليميه، ومحترمه انه بيراعي وقته وبيراعي ظروفه وبيراعي عاداته. يعني انت في مكان معين انت عايز ما تروحش المدرسه، عايز تبقى البتاع في البيت في الحته ورا كده بالدرج ما حدش يشوفني وانا رايح المدرسه،
فلازم احترم كل الخصوصيات دي وانا بشتغل في الفرع. جميل جدا. برضو حضرتك اشرت لنقطه مهمه جدا، ان هي المساله مش مساله ترهيب فقط، ان المعاش او الدعم هينقطع عنك، لا في ترغيب كمان وحديث مستمر مع الناس. طيب احنا لسه مكملين، وبكل تاكيد طبعا الجامعات ليها دور كبير جدا في تنفيذ خطه محو الاميه بمختلف المحافظات. الحين جامعة سوهاج قدرت أنها تتصدر الجامعات المصرية بمحو أمية 100,000 دارس من أهالي هذه المحافظة. عشان نعرف تفاصيل أكتر معانا عبر الهاتف دلوقتي دكتور خالد عمران، نائب رئيس جامعة سوهاج لشؤون خدمة المجتمع. أهلا بيك يا فندم، صباح الخير عليك. أهلا وسهلا بحضرتك. حابين حضرتك توضح لنا الخطة اللي تمت وضعها لتحقيق المركز الأول على مستوى الجامعات في محو الأمية. خلينا أقول لحضرتك في البداية، طبعا قضية محو الأمية من القضايا الشائكة، من القضايا المهمة اللي القيادة السياسية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطوها اهتمام مهم جدا في الآونة الأخيرة، وضرورة الاهتمام بأهالينا وضرورة السعي إلى محو أمنيتهم حتى يستطيعوا أنهم يندمجوا في المجتمع ويحققوا الإفادة المرجوة من المجتمع في ظل طبعا الجمهورية الجديدة. واحنا عارفين طبعا حضرتك ان شعار الجمهوريه الجديده جمهوريه مصريه خاليه من الجهل والفقر والمرض. والاهتمام بالتعليم برضه على مستوى على كل المستويات وكل الفئات، وده هدف من الاهداف المهمه لاهداف التنميه المستدامه 2030، وبالتحديد الهدف الرابع من اهداف التنميه المستدامه ضروره الاهتمام بالتعليم وتوفير تعليم جيد لكل المواطنين، يعني سواء كان اطفال او كان كبار لابد من الاهتمام بتوفير تعليم مهم وجيد بالنسبه لهم. فالجامعات اتخذت هذه التوجيهات الرئاسيه وتوجيهات القياده السياسيه وبدات تشتغل عليها، لان القياده السياسيه قالت لابد من دخول الجامعات في هذا المطار، لابد من التعاون مع الهيئه العامه لمحو الاميه وتعليم الكبار. الجامعات منوط بها اشياء كثيره جدا في هذا الملف، منها اعداد القوى البشريه المدربه والمؤهله في مجال تعليم الكبار. لازم الجامعات هي اللي بتعد القوى البشريه اللي تقدر تدخل هذا المعترك وتقدر تنجو باهالينا. ازاي بقى دكتور خالد؟ يعني احنا عارفين ان كل طالب عشان يتخرج لازم ليه عدد معين من الناس يمحو اميته، لكن السؤال المهم اذا سمحت لي، ازاي بيتم اعداد هؤلاء الطلبه؟ لانه مش كل طالب متعلم يقدر ان هو يتعامل مع الناس ويمحو اميته. تمام، انا هاجي لحضرتك في التسلسل اللي عملته جامعه سوهاج تحديدا، لانه تجربه جامعه سوهاج من التجارب اللي احنا بنقول عليها تجربه ملهمه وتجربه فريده ومتميزه في هذا الملف. جامعه سوهاج خدت التوجيهات القياده السياسيه وبدات تشتغل عليها. اول حاجه عملناها في الجامعه انه تم انشاء مركز لتعليم الكبار داخل الجامعه، في مركز لتعليم الكبار يهتم بهذه الجنسيه. بعد كده انشق طلع من المركز ده مجموعه من الوحدات داخل الكليات المعنيه باعداد المعلم، زي كليات التربيه والتربيه النوعيه والتربيه الرياضيه وكليات التجاره والحقوق والالسن والاثار. بعد ما تم انشاء المركز وانشاء الوحدات اصبح لابد من وجود قرار ملزم للطلاب، اللي هو القرار اللي حضرتك بتتكلم عنه استاذ محمد، قرار خدته جامعه سوهاج بتكليف طلاب الكليات النظريه والكليات اللي تهتم باعداد المعلم اللي انا ذكرتهم لحضرتك من شويه، بيقوم كل طالب بمحو اميه 4 دارسين على الاقل كمتطلب اجباري من متطلبات التخرج. ومش كده وبس، ويكون اختياري ايضا برضه للكليات العمليه، يعني حتى الكليات العمليه شاركت في التجربه لما لقيت النجاح اللي حققه طلاب الكليات النظريه. طب عملت ايه الجامعه ثاني؟ عملت ده على مدار سنين الدراسه، مش في فتره زمنيه محدده. لا، على مدار سنين الدراسه، من سنه اولى لغايه ما يخلص السنه الرابعه، لكن لا يحصل على شهاده التخرج الا بعد اجتياز هذا المتطلب الاجباري اللي هو محو اميه 4 دارسين على الاقل. وده اؤكد بالنسبه للكليات النظريه والكليات المرتبطه باعداد المعلم. طيب في بعض الكليات زي كليات التجاره والحقوق والالسن والاثار، احنا يعني مش زي كليات التربيه، مش زي طلاب كليات التربيه، هنمحو ازاي اميه الدارسين؟ فبدات كليات التربيه مع مركز تعليم الكبار في الجامعه تعمل سلسله من الدورات التدريبيه المجانيه للطلاب. كنا بنعملها في قاعات كليات التربيه والتربيه النوعيه والتربيه الرياضيه. الطالب اللي عنده فتح فصل ومش عارف يتعامل ازاي مع الدارسين الكبار، فاحنا بنتم من خلال هذه الدورات وبالتعاون طبعا مع فرع محو الاميه وتعليم الكبار داخل محافظه سوهاج
بنبدا ندربه ازاي يتعامل مع الكبار ونعلمه طرق التدريس المختلفه، ازاي يتعامل مع هذه المناهج، ازاي يعدهم ويؤهلهم ان هو يقدر يمحو اميتهم في بعض الوقت. برضه الجامعه عملت خطه اعلاميه وتم تنفيذها على مدار السنوات الماضيه واحنا مستمرين فيها ان شاء الله، بسلسله من الندوات التوعويه لطلاب الكليات داخل الجامعه بقرار مجلس الجامعه وبالدورات التدريبيه اللي بتاسسها الجامعه او مركز تعليم الكبار لتدريب الطلاب على هذه المشكله. برضه الجامعه خصصت مجموعه من الحوافز المميزه للطلاب اللي هم يشاركوا في مشروع محو الاميه وتعليم الكبار، سواء كانت الحوافز دي حوافز ماديه او حتى معنويه او خصم من رسوم الدراسيه او خصم من رسوم الاقامه في المدينه الجامعيه، فكلها حوافز تشجع الطلاب على المشاركه في هذا المشروع. ومش بس حضرتك الطلبه اقبلت على المشاركه نظرا لهذه الحوافز الماديه او المكافئات، لا الطلاب اعتبروا انه المشروع ده مشروع قومي وانها مسؤوليه مجتمعيه في الاول وفي الاخر قبل ما تبقى فيها مكافاه ماديه. الطالب كنا بنقول له يعني ما يصحش انك انت طالب جامعي في كليات التربيه او في كليات التربيه النوعيه او في اي كليه من الكليات وموجود جنبك في الشارع بتاعك في ودار امي لا يعرف، ممكن يكون حد من اهله كمان وكمان حد من اهله يعني من نقطه حد من اهله كان رئيس الجامعه سواء الرئيس السابق او الحالي عمل مبادره ان الطالب اللي يمحو اميه احد من والديه الاب او الام او حتى اقاربه الاخ او الاخت او العم بنعمل له زياره لمقر الاسره بتاعته بنقول لها زياره تشريف وليس تكليف. الزياره بيكون فيها موجود رئيس الجامعه ونائب رئيس الجامعه لشؤون المجتمع وعميد الكليه المختص ومدير فرع الهيئه العامه لمحو الاميه داخل المحافظه وعدد من اعضاء التدريس، بنعمل له تكريم لهذا الطالب في مكان مقر عمله، وده كان لها مردود ايجابي جدا عند كل الطلاب الموجودين. الاجراءات دي وغيرها خلى جامعه سوهاج حصلت على المركز الاول في بعض الدورات الامتحانيه وحققت طفرات زي ما حضرتك قلت في المقدمه، وصلت الى اكثر من 100,000 دارس تم محو اميتهم عن طريق جامعه سوهاج. برضه اقول لحضرتك بعض الارقام لانه الارقام دائما بتبقى ليها مدلول اكيد الصوره بالشكل اكبر من الكلام النظري. لو بصينا بس على انجازات جامعه سوهاج في الفتره من ابريل 21 لغايه ابريل 23، اولا كانت في ابريل 21 كان عدد الناجحين فيها 853 دارس، وكانت في محافظه جامعه سوهاج في الترتيب 16 على مستوى الجامعات المصريه. في يوليو 21 زاد العدد شويه في 2016 وكانت ترتيب جامعه سوهاج في المركز الثالث ودلوقتي في 2023. طيب على كل حال بنشكرك دكتور خالد عمران نائب رئيس جامعة سوهاج لشؤون خدمة المجتمع. نرجع مرة تانية لضيفنا في الاستوديو دكتور عمر حمزة، ولسه بنتكلم عن طبعا مبادرة لا أمية مع تكافل، ويمكن شفنا جامعة سوهاج بتعمل ايه، انه كل طالب لازم يمحو أمية 4 أشخاص من الأميين. قد ايه احنا محتاجين خدمة مجتمعية كمان يا فندم لمساعدة أهالينا في جميع أو كافة المحافظات المصرية ان هم يتعلموا نمحي أمية أهالينا في جميع المحافظات. القضية أكبر من إن جهة تبقى مسؤولة عن، يعني الهيئة العامة لتعليم الكبار ما ينفعش أحاسبها على إنها تكون مسؤولة عن تعليم الكبار، هي جهة منظمة لهذا الأمر، شريكة تخطط لهذا الأمر، تنتج المناهج وتتابع وتشرف على أعمال الامتحانات وتدي الاعتماد للنجاح. إنما إن أنا أحمل هيئة تعليم الكبار هذا الأمر لوحدها لا. قانون انشاء الهيئه نفسه بينص على انه محو الاميه واجب تلتزم به كل الجهات الحكوميه ومؤسسات المجتمع المدني و و و كل ده. هي بس النقطه هنا في 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 بالنسبه لقضيه الاميه في مصر ان الامر شويه محتاج اراده مش رغبه بس، لان ما ينفعش يبقى انا في 23 وبدخل انتخب شفشق وكان كولمبا، لا ما ينفعش، ما ينفعش انتخابات في مصر تكون كده. يعني مستهدفين ان احنا 2030 ان شاء الله يبقى عندي انتخابات بلا رموز انتخابيه. ودي نقطه مش موجوده في اي دوله في العالم. يعني هو في تنسيق ما بينكم وما بين الجامعات مش كده؟ اه طبعا اكيد. طب ازاي بيتم التنسيق؟ على اساس ان احنا انا بقول لحضرتك انا عندي قواعد البيانات اللي فيها الاميين،
مدققه وملقحه واب تو ديت دايما بشكل مستمر، فبيبقى في تنسيق مع بعض الجامعات. احنا لسه ما نسقناش مع سواج بصراحه، بيبقى في تنسيق مع جامعات اخرى. لكن ما شاء الله يعني ما نسقتوش معاهم، بس ما شاء الله المركز لا الاول. لا لا سواج والفرع نفسه هناك الهيئه مع الجامعه هناك بسم الله ما شاء الله من زمان وطول عمرهم شغالين في الامر بشكل كويس بشكل قوي قبل حتى القرار الالزام ده كمان. انما فكره ان انا عندي الدارس اللي موجود اللي ممكن اجيبه ده امر جيد، يعني فكره ان انا استطيع اوفر الداتا والبيانات. طيب الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية السنة دي بيقام تحت شعار تعليم القراءة والكتابة كمدخل لبناء المجتمعات السلمية، بيستهدف كمان تكثيف عملية التوعية بمعاناة أكثر من 775 مليون حول العالم من خطورة الأمية ومساعدتهم في محو أميتهم. بكل تأكيد احنا عندنا تجارب كتيرة جدا مهمة للقضاء على الأمية في مختلف المناطق. معانا على الهاتف الدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار عشان نعرف منه كل التفاصيل. يا دكتور صباح الخير. صباح النور يا استاذ محمد، استاذ بسان صباح الخير يا اهلا بيك يا فندم. مما لا شك فيه ان الهيئة بيقع على عاتقها دور كبير جدا ودور مهم جدا في هذا الأمر. في البداية عايزين نلقي الضوء كده على ما تم تنفيذه في على مدار العام في قطاع محو الأمية. الحقيقة على مدار العام الحمد لله رب العالمين بفضل دعم وتضافر وتعاون كل الجهات الشريكة مع الهيئة تمكننا هذا العام من محو 903,000، هذا الرقم غير مسبوق في تاريخ إنشاء الهيئة الحمد لله. القادم أفضل من 2014 حتى الآن، تحرر 6 مليون أمي من هذا الكابوس المرعب اللي جسم على صدر الوطن لفترات طويلة من الزمن. مصر تستطيع بقيادتها السياسية الواعية وشعبها العظيم التغلب على كل التحديات ومنها قضية محو الأمية. الحقيقة القضاء على الأمية واجب وطني ومسؤولية قومية تشارك فيها كل الجهات والوزارات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. التنمية المستدامة بعدها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لا يمكن أن يكتب لها النجاح في ظل وجود هذا الكابوس المرعب. الحقيقة مصر في الجمهورية الجديدة بتتبنى الفكر الجشتالتي أو الفكر الكلي في التنمية، وهذا يأتي تجسيدا. دكتور محمد حضرتك سمعنا؟ طيب احنا على ما يبدو فقدنا الاتصال بالدكتور محمد ناصف رئيس الهيئه العامه لتعليم الكبار، وكنا بنتكلم عن دور الهيئه في محو اميه هذا العدد الكبير ما يقرب من مليون شخص. بكل تاكيد مجهود كبير جدا تم خلال هذا العام حتى نصل الى هذه النتيجه. نرجع تاني نكمل كلامنا مع الدكتور عمر. دكتور عمر، الفئات العمريه اللي تبقى موجوده في السيدات، مين اكثر الفئات العمريه اقبالا على هذا الموضوع؟ اعتقد ان نسبه الاميه اعلى في السيدات الكبيره في السن. هي الاستهداف بالنسبه لنا او مش الاقبال، الاستهداف بالنسبه لنا من 16 ل 45 سيدات. ده الاولويه الاولى، يعني علم ست علمت الاسره كلها، فده الاستهداف. انما هي الشرايح العمريه لا، بالعكس هو التسرب ما زال مستمرا. منابع الاميه موجوده. انا وانا بقول لحضرتك اكيد فهمني طبعا، لانه الناس الكبيره في السن مثلا بنقول ان هو الفتره من الفترات كان ده العادي ان السيدات ما تتعلمش. الفجوه النوعيه ما بين تعليم الاناث والذكور موجوده وكبيره مش صغيره. طيب خلينا نرجع مره ثانيه لدكتور محمد ناصف رئيس الهيئه العامه لتعليم الكبار. اهلا بحضرتك مره ثانيه يا فندم معانا. وخليني اهلا بيك يا بسنت. الحقيقه مصر بتبنى بالعلم في الجمهوريه الجديده، 6 مليون يتحرروا من اميه من 2014 حتى الان. تاكيد فخامه الرئيس في اكثر من مشهد وحس احد المجندين على ضروره حصوله على شهاده محو الاميه وتعليمه للقراءه والكتابه ان دل فانما يدل على وعي القياده السياسيه بهذه القضيه الجوهريه الحيويه. وان تامين الوطن بالعلم لا يقل في الاهميه عن تامينه بالسلاح. تكريم فخامه الرئيس لايقونه مصريه سيده تعدت 87 سنه وتتحرر من الاميه في ظل ضعف بصرها واحتلال صحتها، ده بيعكس قدرة المصريين على التحدي وإن المصري قادر. المصري لا يعجزه إلا الموت، قادرين نصنع الفارق في كل المجالات إن شاء الله. أكيد إن شاء الله. طيب إحنا بنستهدف عدد قد إيه يا فندم لمحو أميتهم لو قلنا إن شاء الله بشكل عام؟ إحنا موزعين الكمية المتبقية لغاية 20-30 إن شاء الله، قبلها بسنة إن شاء الله نكون مخلصين بإذن الله تعالى. إن شاء الله يعني إحنا السنة دي داخلين على مليون أو مليون ونص إن شاء الله بإذن الله السنة دي،
باذن الله، وممكن تزيد تصل ل 2 مليون ان شاء الله باذن الله اتعشم هذا، واللي جاي افضل ان شاء الله، وعلى 20-30 يحفزهم شيء ان شاء الله. قادرين نصنع الفارق دايما في كل المجالات بما فيها قضيه محو الاميه. محو الاميه لها تاثيراتها الصحيه والبيئيه والاجتماعيه، وبالتالي فان تعليم القراءه والكتابه وحده لا يكفي، محتاجين نعلم صنعه او مهنه او حرفه، وبالتالي نعلمه مفردات المهنه او الحرفه حتى يكون قادر على التكيف والتاقلم والتوافق مع مفردات مجتمعه. مصر تستطيع والقادم افضل ان شاء الله. عظيم. طيب زي ما كان الدكتور عمر بيقول ان الموضوع مش لجهة معينة، لازم يكون في تنسيق ما بين كل الجهات المعنية. انتوا بدوركم ازاي بيتم التنسيق ما بينكم وما بين الوزارة تمام وما بين الجامعات المختلفة يا دكتور محمد؟ نعم، ازاي بيتم التنسيق بينكم في الهيئة مع الجامعات المختلفة وكمان التعاون مع وزارة التضامن؟ الجامعات المصرية بما تمتلكه من موارد بشرية ومادية قادرة على تحريك المياه الراكدة في ملف محو الأمية حقيقة. هذا العام انتاجها زاد عن العام الماضي 172,600، انتاجها العام الماضي كان 395، هذا العام وصل ل 568,000، يعني اكثر من نص مليون الجامعات لوحدها. لو دخلت على الخط الجمعيات الاهليه 40,000 جمعيه، لو كل جمعيه 1000 بس، بنتكلم في 4 مليون في 3 سنين تخلص القصه. ممكن يقدموا ايه الجمعيات يا فندم؟ الجمعيات كل جمعيه لما تيجي تعتمد اوراقها يطلب منها ان هي تمحو اميه 100 امي 500 امي على قد قدرتها والسعه الاستيعابيه بتاعتها. المصريين لو تعاونوا في كل قضاياته ان شاء الله ربنا هيكرمنا في كل حاجه. المصري قادر يصنع الفارق دايما، وما حدث في العشر سنوات من انجازات طرق وكباري ومطارات ومواني وبنيه تحتيه وبنيه تكنولوجيه يشهد لها القاصي والداني، ده تجسيد لقدره المصريين على العطاء بكل تاكيد. طبعا بنشكر حضرتك دكتور محمد ناصف رئيس الهيئه العامه لتعليم الكبار، شكرا جزيلا لحضرتك. نرجع مرة تانية لضيفنا اللي منورنا في الاستوديو دكتور عمر، بنرجع لك مرة تانية. خليني أتكلم بقى عن إقبال الرجال، عامل إزاي؟ هل في وعي؟ هل في إقبال كبير منهم ولا لا؟ خليني أحكي بتكلم على الدافع للتعلم، دوافع التعلم صح. كل ما كان الدافع داخلي كل ما كان أبقى وأهم وأثره أقوى. الدافع الخارجي إنه عايز الشهادة عشان رخصة، أو إنه عايز الشهادة عشان يقدم في وظيفة، ده دافع مؤقت بينتهي بانتهاء الغرض منه. احنا بنبني دوافع داخليه للتعلم نفسه. واعتقد ان مفيش شخص عاقل بتقول له تعالى اتعلم، امسك مصحف او انجيل، او تعالى تعرف حتى اولادك بيشتغلوا ايه في المدرسه الواجب معاهم وتتابع وبتاع، او الحيثيه نفسها في المجتمع، او قيمتك انت، او الرسائل اللي بتجي لك، او سريتك انت، يعني سرك الشخصي انت، لما بتعرف تقرا انت بتحافظ على حالك. صحيح. مفيش حد عاقل هيرفض ده. فكره الدوافع، ازاي نبني دوافع داخليه حقيقيه وتكون في نفس الوقت بتديله لها اثر اقتصادي على البيت. ده لازم يكون موجود في الامر. احنا بنشتغل على ده مع الوزيره على ان احنا نحفز شويه الدارسين اللي نجحوا او المتحررين من الاميه في مستفيدين تكافل الكرامه بان ليهم مكافئات على الفيزا بتاعتهم والكلام الجميل ده. كل دي حوافز موجوده والوزاره بتشتغل فيها مع ربطهم كمان بالبرامج والمبادرات الموجوده الاخرى، كان فرصه او سكن كريم او مبادرات حج وعمره مثلا او اولويه اولى في توزيع المواد العينيه اللي بتنزل من الوزاره، هم في الفصول فانت اولى ان انت تاخد، انت كده كده هتاخد بس الاولويه للي موجودين وبيتم ربطها كمان يعني طبعا. فكره ده لازم عشان بس ابقى قافل الموضوع، يعني عاملين حاجه متكامله. وزاره التضامن بقول لحضرتك تمتلك من الموارد البشريه والعينيه اللي هتقدر تدير هذا الملف بشكل كويس. عظيم. على الاقل في المستفيدين تكافل الكره. طيب بما ان عندنا احصائيه وعندنا رقم لعدد الاشخاص اللي محتاجين نمحي اميتهم خلال هذه الفتره، هل عندنا احصائيه لنسب المحافظات بقى المختلفه؟ طبعاً. اي المحافظات بتتصدر المشهد؟ دايما بيبقى مربوط نسب الاميه بنسب الفقر. يعني دايما بيبقى الجهل مربوط بالفقر. فكل ما زاد نسب الفقر في المحافظه كل ما زاد اعداد الاميين، لان في زياده في اعداد مستفيدين تكافل الكرامه. فهي الفكره كده، هو مثلث زي ما قال الدكتور محمد، وموروث ثقافي كمان يا فندم، يعني وعادات وتقاليد وموروث ثقافي. جدوى التعليم نفسها، جدوى التعليم في مصر الامر محتاج شويه، لازم ننتقل من فكره التوعيه عن هذا الامر لفكره التوعي، ازاي اخلق حاله ان المتعلم له قيمه، ان المتعلم سيضيف للمجتمع، المتعلم سيضيف لنفسه، المتعلم سيضيف لاسرته.
جدوى الجدوى نفسها من ان الشخص متعلم لازم ندي الهيبه دي تاني للمتعلم. خلينا نتكلم بقى على القائمين على تنفيذ هذه المبادره، ازاي بيتم اختيارهم وهل بيبقى في متطوعين مثلا؟ انا عايز اقول في فرق ما بين التطوع والاستطواع. التطوع ان انت انا كفايه قوي ان انت معايا بوقتك ومجهودك بس ما تصرفش من جيبك بقى. يعني انت معايا مدرس على الاقل ادي لك بدل انتقالك، انا اسف التوك توك اللي هتركبه رايح جاي، التباشير، الحاجات اللي بتشتغل بيها في الفصل. فعندي طبعا الاولويه الاولى بالنسبه لنا في المدرسين ومستفيد تكافل الكره محمد المؤهلات او اولادهم اللي في الجامعات. الاولويه الثانيه مكلفين الخدمه العامه ودول برضو اولويه معانا. في الاولويه الثالثه اي حد بقى في المجتمع احنا بندعم هذا الامر. احنا برضو الفكره عندنا بقدر ما هي محو 100 لكن كمان بنحاول نعمل تشغيل لقوه موجوده في المجتمع لازم تتحرك شويه وتعمل تضيف للامر شيء. فيبقى الامر في عندي فكره مش محو 100 لا كمان تشغيل مجموعه من الشباب يشتغلوا معانا في هذا الامر بمقابل يكون بسيط او هو فعلا بسيط بس اعتقد انه بيغطي على الاقل احتياجاته او صرفه في عظيم. الموضوع زي ما حضرتك ذكرت كده محتاج دايما الدافع، الدافع انت تبص انت تسال نفسك انا هتعلم ليه؟ لو ما عنديش الدافع للتعلم اعتقد انت يا دوب هتتعلم وتاخد الشهاده وفعلا تطلع بقى الرخصه وتخلص الحاجات البسيطه اللي انت عايزها دي، لكن لما تبص الموضوع من زوايا متعدده انك هتقدر تساعد ولادك وتقدر تتابعهم وهم بيتعلموا، ان الموضوع مقترن باستمرار الدعم المادي لتكافل وكرامه، الموضوع ليه ابعاد كتيره جدا والمسؤوليه مسؤوليه مشتركه علينا كلنا. كلمة علينا كلنا دي بتكلم مسؤولية مجتمعية على كل فرد متعلم في مصر. واجب طبعا ده بجانب القرار بتاع الجامعات مش بتكلم عنه طبعا لان ده قرار لازم كل طالب قبل ما يتخرج يمحو 104 من الاشخاص، لا انا بتكلم بشكل عام كلنا لازم نقوم بدورنا ولازم نقوم بمجهود كبير جدا للقضاء على هذا الامر تماما. احنا طبعا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عمر حمزة مستشار وزيرة التضامن للتعليم، الف شكر لحضرتك. شكرا. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل بقية فقراتنا، خليكم معنا.